السلام عليكم الخوت، مباشرة من السوق ديال الخميس يا سيدي حجاج ولاد مراح، إقليم سطات الخوت بتاريخ 1/9/2022. ما تنساوش لي لايك ديالكم، بارطاجيو هاد الفيديو. كنشكروا الناس اللي كيتبعونا داخل أرض الوطن وخارج الأرض الوطن. المليح أخويا، السلام عليكم، كي داير؟ بخير الله يحفظك، تبارك الله، خيرات تبارك الله. هادي شحال الثمن ديالها أخويا؟ 48400 درهم تبارك الله. شي حاجة تبارك الله كاليتية. المرقد ديالها منين اخويا؟ فقي بن صالح تبارك الله. السلعة ديال فقي بن صالح، شي حاجة تبارك الله، المليح و التمر راه كاين تبارك الله تبارك الله. مع شحال فيها من راس اخويا؟ فيها 12 تبارك الله، مازال ما تباعتش. هادي قلت 48 معطية، 2400 درهم الخوت اللي معطية فات الخير تبارك الله. شي حاجه تبارك الله، راه ما غاديش نشكرها، راه شي حاجه تبارك الله مليحه. وراس السوق اليوم ما عرفتش كي داير السوق اليوم اخويا، السوق شويه عيان. الثمن كاين اخويا، الثمن كاين، ما كاين لا شاري لا والو، هذا الشيء اللي كاين. هذه راه معطيه فيها 48. انتوما بشحال قطعتوا الثمن ديال البيع؟ 52. ها ورينا تا الصغير فيها تبارك الله تبارك الله تبارك الله. صغير فيها دار هذا، قول صغير فيها، راه ما كاين لا ثوب لا والو تبارك الله تبارك الله. الجله والله يسخر لك اخويا، سير الله يسخر لك، الله يسخر لهم تبارك الله، خيرات تبارك الله. السلام عليكم خويا، كي داير؟ بخير. 38 ألف تبارك الله، 1900 درهم تبارك الله. مع شحال فيها من راس اخويا؟ فيها 26 راس. راه الثمن 38000، 1900، شي حاجة مليحة تبارك الله. كي داير السومة اليوم اخويا؟ كاين الثمن، داخلت مليح، داخلت مليح اليوم، راه كاين المليح تبارك الله. هذه راه الثمن ديالها 1900 درهم تبارك الله. مع شحال فيها من راس اخويا؟ فيها 26 راس تبارك الله. المرقد ديالها منين اخويا؟ منين؟ من جيت لقي بن صالح، مرقد زين تبارك الله. هانتوما الخوت، المرقد ديالها من جيت لقي بن صالح، فيها 26 راس، الثمن 1900 درهم تبارك الله، راه كاملة مليحة تبارك الله. الله يسخر لك اخويا، المليح كاين تبارك الله. هي الشاري راه اليوم قليل، الشاري اليوم راه قليل، راه ما كاين الشاري ياك؟ كاين الشاري. ها؟ الثمن كاين اخويا، الثمن اللي ما مخليش الناس تشري، هذا الشيء اللي كاين. سير الله يسر لك اخويا، سير الله يسر الامور. كي داير اخويا عبد الحق؟ كلشي مزيان الله يحفظك اخويا. شحال معطيه في هذه السليعه؟ معطيه 39500 تبارك الله تبارك الله. اللوز تبارك الله، ها السلعه ديال فقي بن صالح، السلعه ديال فقي بن صالح الخوت، راه معطيه 39500. مع شحال فيها من راس ديالنا؟ فيها 7 تبارك الله تبارك الله. الزروره تبارك الله راه 39 تبارك الله. 7 السلعه راه كامله مليحه. كي داير السوق اليوم اخويا؟ كي داير السوق اليوم؟ الثمن كاين، الثمن راه كاين، الشاري راه باقي شويه. لا ما كاينش الشاري اليوم، لا الشاري ما كاينش اليوم. عباد الله عاقل شويه الثمن. كاين الثمن اخويا عبد الحق، كاين الثمن. والله اخروف صغير اخويا راه داير 34 35، راه الله يحسن العون. هذا الشيء اللي كاين، الله يحسن العون اللي باغي يشري ولي اللي باغي يبيع. هذا الشيء اللي كاين، والله يعطينا شي عام زين ان شاء الله، الله يعطينا شي عام زين، الله يعطينا شي عام زين تبارك تبارك الله. كامله مليحه اخويا عبد الحق، ولينا نميره واللي بغى راه يتواصل معاك ان شاء الله. 06 37 83 94 91 اللي بغى شي حاجه مرحبا، مرحبا اخويا عبد الحق. الله يسخر الامور، السلعه كامله مليحه تبارك الله اخويا عبد الحق. السلام عليكم خويا، كي داير؟ بخير الله يحفظك. شحال عطاوكم في هذا الخير؟ كي داير السوق اليوم؟ شحال عطاو؟ شحال 88 بجوج، بحال 44 لواحد، بحال 2200 درهم لواحد الخوت تبارك الله، راه بحال 4400 درهم بجوج. هذوك سيبا ولا جايبهم من الدار ولا ها؟
من لفقي بن صالح شاريهم مبارح من لفقي بن صالح تبارك الله لنا المشرى ديالهم من البارح من لفقي بن صالح تبارك الله قال لك راه معطي 4400 درهم 88000 كي داير السوق اليوم اخويا عيان ما كاين الشاري له اليوم راه ما داخل لا شاري لا والو السلعه راه قليله والله الا بغينا السلعه قليله بغينا نصوروا راه ما كاينش مليح هذا الشيء اللي كاين راه ما كاينش المليح الخوت اليوم السلعه راه قليله والسوق راه شويه عيان السوق راه عيان اليوم سير الله يسخر لك سير الله يسخر قلت لي الثمن سيدي سليمان هو مشرفين اخويا سير الله يسخر الامور الله يسخر شحال هنا معطي اخويا السلام معطي 46 ونص بارك الله 2325 درهم الخوت 46 ونص بارك الله شحال فيها من راس ديالنا فيها 24 تبارك الله فيها 24 راس بارك الله راه معطي 46 ونص على 2325 درهم الخوت تبارك الله راه كامله مليحه السلعه ديال الفقي بن صالح الخوش هاد السلعه تبارك الله ديال الفقي بن صالح تبارك الله راه معطيه 46 ونص تبارك كامله مليحه تبارك الله يسخر ليكم اخويا الله يسخر تبارك الله شحال معطيه هنا يا اخويا 52 تبارك الله تبارك الله 52000 على 2600 درهم تبارك الله خمسة الخرفان مليح تبارك الله وصابح الثمن اليوم الخوت ثمن خيالي اليوم الخوت هادو راه 52000 2600 درهم كي داير السوق اليوم اخويا كي داير السوق اليوم شويه كاين الثمن والشاري راه ما كاين شاريش هذا شحال هذا الخير تبارك الله هذا شحال وحسن 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 تبارك الله 44000 2200 درهم تبارك الله هذو راه 52 على 2600 درهم تبارك الله والله يسخر الامور سير الله يسهل عليك اخويا والله يسهل عليك اخويا والله يستر الامور تبارك السلام عليكم خويا كي داير كلشي مزيان الله يحفظك شحال عطاوكم في هذا الخير اخويا 42 ونص تبارك الله 2125 درهم مع شحال فيها من راس اخويا 14 راس تبارك الله راه معطيه 42 ونص تبارك الله المرقد ديالها منين هادي يا خويا المرقد تادلة المرقد تادلة تبارك الله تبارك الله مليحة تبارك الله راه 14 بهيمة راه مليحة تبارك الله كي داير السوق اليوم اخويا شوية هي الثمن راه كاين الثمن كاين راه ما مخليش الناس تشري هذا الشيء اللي كاين راه ما مخليش الناس تشري هذه راه 42 ونص ياك 42 ونص 42 ونص تبارك الله المرقد تادلة سير الله يسخر لك اخويا سير الله يسخر الامور الله يسخر